في معادلة العرض والطلب العالمي على الطاقة يبرز النفط الصخري الأمريكي كعامل مستجد شكل نقطة تحول في تخمة المعروض وعاملا في تقلب الأسعار. بدأت الثورة الحقيقية لإنتاج النفط الصخري الأمريكي عام 2008. لم تكن الولايات المتحدة قبل سنوات قليلة فقط من ذلك التاريخ تنتج سوى 5 ملايين برميل يوميا من النفط، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1946. بيد أن الارتفاع الجنوني في أسعار النفط التقليدي في حينه ألهث كبريات شركات الطاقة خلف الربح السريع، كان له مجمل الأثر في تسريع الاستثمار بالبنى التحتية المكلفة بطبيعتها لإنتاج النفط الصخري وتطوير التكنولوجيا التي تسمح باستخراجه والمعروفة تقنيا بعملية التكسير الهيدروليكي. كان ذلك بداية العد التنازلي لعهد جديد من صناعة النفط في الولايات المتحدة. This is a very recent development. As I mentioned, starting about 1970, US crude oil production and reserves began to decline. And many people felt that this would be a very long-term continuous decline. Now what's happened is because of these two technological developments that I mentioned, horizontal drilling and hydraulic fracturing, we have now been able to access a significant new resource in the United States. And this has all happened really in the last 7 years, since 2008. يرمز التكسير الهيدروليكي إلى التقنية المتبعة في استخراج احتياطات نفطية كان من الصعب الوصول إليها سابقا بالطرق التقليدية. تقوم هذه التقنية على الحفر الأفقي تحت الأرض لمسافة قد تتجاوز 5000 قدم، يليها خلط كميات هائلة من المياه مع الرمل وبعض المواد الكيماوية، ومن ثم ضخها بضغط عال عبر وسائل ميكانيكية في باطن الأرض. يحدث هذا الضغط كسورا في الطبقات الصخرية تسمح بتهرب السوائل مثل الغاز أو النفط، لكنها في نفس الوقت لا تخلو من مخاطر بيئية وجيولوجية من حيث تلويث المياه الجوفية وتسريع النشاط الزلزالي. يرى البروفيسور بروس إيفيريت الذي يدرس أيضا مادة اقتصاديات النفط والعلاقات الدولية في عدد من الجامعات الأمريكية أن طفرة إنتاج النفط الصخري مرتبطة بشكل وثيق بتطور تكنولوجيات استخراجه، وأن هذه الثورة التي انطلقت قبل فترة وجيزة ستستمر سنوات طويلة رغم التحديات الآنية والمستقبلية. Now what's going to limit this is cost. It's not going to be limited by the amount of hydrocarbon resource there is in the world. So the question really is how much cost. Technology over time has tended to reduce the cost of producing these unconventional hydrocarbons. And one of the things that we have never done well is to predict technology. In fact, we always underestimate the power of technology to access new hydrocarbons and to reduce the costs. تشير خريطة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى وجود احتياطات مهمة في ولايات الساحل الشرقي والغرب الأوسط بالإضافة إلى ولاية كاليفورنيا، بيد أن ولايتي داكوتا الشمالية وتكساس تتربعان على عرش الإنتاج بدون منازع. شهدت هاتان الولايتان بالتحديد بالإضافة إلى ولاية كاليفورنيا نشاطا مكثفا للتكسير الهيدروليكي ساهم في مضاعفة إنتاج النفط الصخري 3 مرات، من 1 مليون برميل يوميا عام 2010 إلى 3 ملايين برميل يوميا عام 2013 بحسب إحصائيات رسمية. ساهمت هذه الطفرة في صعود إنتاج البلاد من النفط بشقيه التقليدي والصخري في النصف الأول من عام 2014 إلى أكثر من 9 ملايين برميل يوميا بحسب أرقام وزارة الطاقة الأمريكية. ومع التوقعات بحصول الولايات المتحدة على المزيد من مصادر استخراج النفط، بات حلم الاستقلال الأمريكي في مجال الطاقة أقرب إلى الحقيقة. هكذا جعلت طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حلم الحديث عن التخلص من التبعية الطاقية أقرب إلى الحقيقة، لكن هذه الحقيقة تصطدم بتحديات متعددة قد تجعلها أضغاث أحلام لا غير.
ولئن توقعت وكالة الطاقة العالمية من جانبها استمرار المنح التصاعدي لإنتاج النفط الصخري الأمريكي حتى عام 2019، إلى أنها حذرت بالمقابل من أن الإنتاج سيبدأ في التراجع مع حلول عام 2020، وهو ما يطرح إشكالية حقيقة الاحتياطات التي يتم الترويج لها أمريكياً، وما إذا كان الحديث عن ثورة إنتاج النفط الصخري مجرد فقاعات مؤقتة. So I don't refer to it as a bubble. I do think it has been hyped, and that's exactly what they did on the wells around here. They just pulled it right out of the river. So the wells are very, very expensive, and that's another problem. You've got to have a high oil price in order to make this work. And we've had a high oil price, so that was fine. It worked for a while. Now we don't. You know, all this talk about OPEC being around 2018, 2019, so that's just a few years from now. It's going to peak then. Now they think it will have a longer tail. تجارياً تصطدم طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي بحقيقة ماثلة في تدهور أسعار النفط العالمي نتيجة تخمة المعروض، إذ يرتبط إنتاجه بخصائص السوق كالعرض والطلب والتكلفة والسعر. وبفقدان النفط الخام نحو 50% من قيمته خلال أشهر ستة، اضطرت كبريات الشركات المستثمرة لوقف طلبات الحصول على تصاريح جديدة للتنقيب على النفط الصخري، وهو ما أدى إلى انخفاض في عدد الآبار المستحدثة ب40% منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إذ تقدر تكلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط الصخري بين 65 إلى 75 دولاراً، ما يجعل أي ثمن أقل من 100 دولار للنفط في السوق العالمية غير ذي جدوى بالنسبة لشركات إنتاج النفط الصخري. Regulatory body for our stock exchange here in the US, and what we found is that the commercial break-even point for most of these companies, so this is an average, isn't 60 to 70, it's 80 to 85 dollars a barrel. So it's very expensive. In the Bakken, we saw numbers closer to about 90. Really. So they most decidedly have a problem now. And with oil trading at around 50, that's going to shake out a lot of players. The other problem here is that these companies, unfortunately, took on an enormous amount of debt. We had a financial environment. It's my opinion that the answer to that question is no. I believe that the shale oil production in the United States will be with us for many, many years to come. And the reason I say that is that as long as the resource base is available for exploitation, and remember again that most of this is on private land, then I think with the development of technology and with the availability of investment capital, this oil is going to continue to move. الحقيقة العلمية الموجعة للولايات المتحدة هي أن آبار استخراج النفط الصخري لا تعمر طويلاً. سرعان ما ينتقل إنتاج البئر الواحدة من 1000 برميل يومياً إلى 100 برميل فقط بعد سنوات معدودة، مقارنة مع آبار إنتاج النفط الخام التي يمتد إنتاجها إلى عشرات السنين. بلغة الأرقام، تقدر الاحتياطيات الإجمالية للنفط الأمريكي بحوالي 58 مليار برميل من النفط، وهو ما يعني عملياً فترة استهلاك تمتد لثماني سنوات متواصلة على أساس استهلاك الولايات المتحدة 19 مليون برميل في اليوم الواحد. 10 مليارات منها فقط هي احتياطات البلاد الإجمالية في الوقت الحالي من النفط الصخري، أي ما يعادل استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة خلال عام ونصف، وهو ما يشير إلى أن احتياطات الولايات المتحدة من النفط بجميع أنواعه تقل ب12 مرة عن احتياطات دول كالسعودية والإمارات والكويت، والتي تقدر بأكثر من 460 مليار برميل من النفط، وهو ما يجعل هذه الدول بحسب منظمة الطاقة العالمية
المصدر الأساسي والأول للطاقة في العالم على المدى الطويل. إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يصطدم أيضاً بعقبات قانونية كبيرة. هنا في مدينة دينتون بولاية تكساس تم حظر جميع أنشطة التكسير الهيدروليكي المتعلقة بإنتاج النفط الصخري، خطوة تضاف إلى قرار مماثل اتخذته مدينة نيويورك بسبب مخاطر إنتاج النفط الصخري على الصحة العامة. بالإضافة إلى الحقائق الجيولوجية المرتبطة باحتياطات النفط الصخري الأمريكي، هناك قلق متزايد من التأثير البيئي لعمليات التكسير الهيدروليكي التي تأخذ غالباً طابع الجنون. إذ تتطلب عمليات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي ضخ كميات هائلة من المياه المعالجة بمواد كيماوية، وهو ما يزيد من احتمالات تلوث مصادر المياه الجوفية والسطحية على السواء، خطر بيئي لا يقل خطورة عن ارتباط عمليات استخراج النفط الصخري بتزايد النشاط الزلزالي، وهي حقيقة شهدتها ولايات كداكوتا الشمالية وتكساس وغيرها من ولايات أمريكية. Industry denies even though there have been, it's been proven, especially in Pennsylvania, something like 236 public wells were found to be contaminated. And the state said it was from fracking. And of course, the industry says you can't prove it. It's on and on and on. The use of water, not only the pollution of water, but the vast wastage of water. It takes 4 to 7 million gallons of fresh water. There are earthquake problems. They seem to be tied more with injection wells. Onshore wind is actually cheaper than any hydrocarbon now, which is astonishing. And solar will probably be cheaper within the next 2 years, 18 months to 2 years. They put water down into the formation and then that helps force the oil or gas out. But when the water comes back out as well, it's contaminated with the chemicals that they have used for fracking, and it's also contaminated with things like naturally occurring radioactive materials. NORM is what they call it. ومع غزو عمليات التنقيب عن النفط الصخري للمناطق الحضرية، باتت منصات التكسير الهيدروليكي جاثمة بالقرب من التجمعات السكنية والساحات العامة والمدارس والجامعات العمومية. وأمام تزايد الحديث عن خطرها المباشر على الصحة العامة، زادت حدة الاحتجاجات الشعبية التي تدعو إلى وقف إنتاج النفط الصخري بشكل كامل، وهو ما تحقق للمرة الأولى في مدينة دينتون بولاية تكساس. People are starting to think and realize that there are better ways, that we might have to change our ways. I'm positive because of what we did here in Denton. I'm positive because of what they did in New York State. I'm positive of what they're trying to do in California, trying to get Governor Brown to put a ban in place, just as Governor Cuomo put one in New York. I'm positive because there are communities, more than we know, communities all over this country who are concerned and who are fighting this. We've found that having a vigilant and engaged public is the best way to combat what we're seeing with the oil and gas industry. And once the American public, as well as in New York, is informed about these issues, they're vigilant and engaged and they do everything it takes to protect their environment and their health. So I really am seeing, not only in New York, communities that care more about renewable energy and protecting their environment and health for generations, but I think this is something that we are seeing continuing throughout the U.S. سرعان ما انضمت مناطق أخرى إلى مدينة دينتون في الاحتجاج على جشع شركات الطاقة والعبث بالصحة العامة. لوس أنجلوس، حيث يسعى أعضاء مجلس المدينة لوقف عمليات الحفر رغم تهديدات شركات النفط العملاقة، ومدينة نيويورك التي بدورها مددت حظراً لإنتاج النفط الصخري بسبب مخاطره البيئية والجيولوجية. سلطات المدينة قالت إنها تراهن بالمقابل على جعل نيويورك ولاية رائدة في استغلال وتطوير الطاقات البديلة كالرياح والطاقة الشمسية.
I think this could absolutely be a leading decision that really plummets, that really encourages New York to become a leader in renewable energy. Already here in the state, we have some wonderful solar programs that are really taking off, especially when you look in New York City specifically. Governor Cuomo's New York Sun Initiative has really helped increase the numbers of solar on rooftops all across the state. Oil production has increased by about 50%. And every barrel of oil that we produce does not have to be imported. Having said that, this is not a major dominant factor on the global oil market. It's significant, but we're talking about an increase in the United States of 2 to 2.5 million barrels a day of production in a market of about 90 million. إدمان الولايات المتحدة على النفط لا يضاهيه إلا إدمان شركات الطاقة العملاقة على الحفر والتكسير بحثاً عن الذهب الأسود أينما وجدت أراضيه. قد تحمل الطفرة الحالية في إنتاج النفط الصخري ملامح قوة أمريكية في إنتاج الطاقة تنافس أطرافاً تقليدية كأوبك أو المنتجين المستقلين من خارجها كروسيا. لكن السؤال الذي لن تجيب عنه سوى السنوات المقبلة هو ما إذا كانت طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد انطلقت كقطار فائق السرعة أم أن نجمها في طريقه إلى الأفول ولو بعد حين؟